برحب بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقه جديده من برنامج بنت النيل. احنا معانا دلوقتي الحقيقه فقره خاصه جدا لانها بتفكرنا او بتذكرنا بملكات مصر اللاتي حكمنا في مصر. مما لا شك فيه ان لا احد ينكر جهود المرأة المصرية ودورها المجتمعي في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها، ودائما شريك رئيسي في جميع مجالات التنمية. احنا النهاردة هناخد نبذة سريعة عن المرأة في العصر الحديث، ولكن دعونا نفتح هذا المجال العظيم بالنسبة لملكات مصر التي أسهمنا الحقيقة بقوة يعني تفوق الرجال في هذا العصر. احنا يسعدنا ان يكون معنا في ضيفتنا في الاستوديو الدكتور فاتن صلاح، مدرس بكلية الهندسة قسم العمارة تاريخ العمارة الإسلامية والقبطية، ودكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة. اهلا بيكي. اهلا وسهلا، شرفانا في بنت النيل. الشرف والسعاده ليا. اهلا بحضرتك. اهلا. احنا دلوقتي عايزين نعرف من حضرتك اين تقف بنت النيل المراه المصريه، في اي اتجاه الان؟ لا الحقيقه يعني في الوضع الحالي وفي الفتره الحاليه السيده في مصر او النساء المصريات حاصلين على درجه عاليه جدا من المشاركه المجتمعيه والمشاركه السياسيه. بالذات يعني حتى في الحوار الوطني الاخير نسبه مشاركه المراه تعدت ال 25%، و 25% نسبه فعاله، نسبه حقيقيه لمشاركه المراه في الحوار الوطني. ده غير طبعا مشاركتها في جميع المجالات، يعني دلوقتي المراه المصريه بتمثل كل المجالات، المراه المصريه محافظ، المراه المصريه عضو مجلس شعب، المراه المصريه تتقلد المناصب السياسيه والمناصب النقابيه. فالحقيقه الفتره دي يعني احنا بنعيش فتره ازدهار للنساء المصريات الحقيقه، وكمان يعني في حاله من الصحوه كده للدور المراه، وان ازاي المراه ممكن ان تكون شريك فاعل ورئيسي في تطور المجتمع، مش بس ان هي تكون في بيتها او في اسرتها، بل بالعكس ان هي تكون شريك حقيقي في تنميه المجتمع وشريك فاعل في ده. طيب هنتكلم عن كيف تري دور المراه المصريه او الدوله المصريه في تعظيم دور المراه. لا الحقيقه الدولة المصرية دلوقتي بتدي للمرأة المصرية بتديلها أهمية كبيرة جدا، من أول يعني توليها المناصب، يعني خلاص بقى مسموح للمرأة المصرية أن تتولى مناصب من 2013 عندنا محافظ البحيرة، يعني هي سيدة مصرية. ففكرة أن الحكومة أو الدولة تعي هذا الدور وتعي فكرة أن المرأة هي شريك أساسي وشريك فاعل في هذا المجتمع، فدي حاجة أساسية جدا. وطبعا سيادة الرئيس طول الوقت بيتكلم عن دور المرأة وعن تدعيم دور المرأة. طبعا القيادة السياسية يعني كل المجهود في تعظيم الاستفادة من دور المرأة المصرية كشريك أساسي وحيوي اقتصاديا واجتماعيا وكذلك سياسيا. بالطبع. وكمان في تمكين اقتصادي للمرأة دلوقتي، في مشاريع كتيرة معمولة للمرأة، في طبعا المجلس القومي للمرأة عامل شغل كويس جدا جدا في مجال تمكين المرأة ومجال التمكين الاقتصادي تحديدا، لأن كتير جدا من السيدات المصريات هم سيدات معيلات بيعولوا أسر وبيشيلوا مسؤولية اقتصادية غير المسؤولية الاجتماعية اللي بتقع على المرأة. فبالتالي الحكومة المصرية والدولة المصرية عندها وعي كامل بالموضوع ده، وفعلا بتدي للمرأة دلوقتي يعني حاجات كتيرة جدا تساعدها في ان هي تكون شخصية فاعلة في المجتمع. عندنا يعني مشاركات في الأحزاب السياسية على أعلى مستوى، عندنا مشاركات في الحياة الاجتماعية المصرية، عندنا 11 سيدة مصرية تصنفوا من أقوى 11 مستثمرة أو من أقوى 11 سيدة على مستوى الاقتصاد في الشرق الأوسط. إحنا جينا مباشرة بعد الإمارات. المرأة لما بتاخد أي اتجاه الحقيقة بتنجح نجاح باهر طبعا، واحنا جربناه طبعا الفتره اللي منذ تولي القياده السياسيه. احنا الحقيقه لمسناه، المراه قاضي، المراه وزير، المراه مأذون، الحقيقه اسناها يعني في منتهى الفخر الحقيقه ان احنا بنفخر ان القياده السياسيه بتولي هذا الاهتمام العظيم
وايضا طبعا عضوات مجلس الشعب طبعا فيما يخص الكوتا. طبعا القيادة السياسية واعية جدا جدا لدور المرأة، وخصوصا يعني بعد اللي حصل في فترة المشاكل السياسية اللي كانت فيها مصر من فترة 2011 وفترة اللي بعدها، ظهر جدا دور المرأة وأهمية دور المرأة والمشاركة في الحياة السياسية، وقد إيه إن المرأة دي مش مجرد سيدة في المنزل بتطبخ، مع العلم إن هذا دور يعني قوي جدا ومؤثر جدا، وهي بتعد يعني النصف الآخر من المجتمع، ولكن ظهر ليها مشاركات فعالة وظهر ليها دور رئيسي جدا. فبالتالي الحكومة أدركت هذا الدور وبدأت تفعل الدور ده، بداية من تفعيل المشروعات الصغيرة في الجمعيات الأهلية. دلوقتي يعني عندنا الجمعيات الأهلية بتعمل دور مهم جدا في عملية تمكين المرأة الاقتصادي، بقى عندنا تفعيل للمشاريع الصغيرة للمرأة، وعندنا حتى في مؤتمر الكوب لما كنا في المؤتمر في مؤتمر المناخ كان في مشاركات فعالة جدا للنساء في المؤتمر، وإظهار دور وإظهار مشروعات مهمة جدا عملتها المرأة على مستوى الجمعيات الأهلية أو على مستوى المشاركات الصغيرة، وكان ليها أهمية كبيرة جدا جدا جدا. طيب إحنا عايزين ناخد بقى يعني نرجع بقى لجدودنا اللي برضو كانوا يعني عظام عظيمات زي ما بنقول، فعايزين نحط نبذة سريعة على قد كده كان في ملكات يحكمنا مصر. حقيقي. انا هبتدي مع حضرتك بالملكه ابحات حطب، اياب حطب الاولى. هي ملكه مصريه قديمه وزوجه ملك، عاشت في نهايه الاسره السبعة عشر، وكانت ابنه الملكه تيتي ايلي. وعايزين بقى نحط نبذه سريعه عنها. طيب الملكه اياب حطب كانت ملكة عظيمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كانت أم وزوجة من أعظم الملكات اللي حكموا مصر. إياح حطب هي كانت الملكة زوجة الملك سكنن رع، وهي اللي قادت بداية الحركة لتحرير مصر من الهكسوس. الفترة دي كان احنا عارفين ان الهكسوس احتلوا الجزء الشمالي الشرقي من مصر فقط، ولكن ظلت الأسرة 17 في حالة حرب مع الهكسوس وفي حالة محاولة للدفاع عن الأرض المصرية. كانت بتقود هذه الحركة هي السيدة العظيمة الملكة إياح حطب دي. تزوجت من الملك سكنن رع، أمها في الأساس كانت الملكة تيتي شيري، وبرضو دي كان بيسموها الجدة العظيمة لأن هي كانت أم زوجها وأمها، لأن هي تزوجت من أخوها سكنن رع، وأخوها سكنن رع اللي هو زوجها يعني أصبح أول شهيد مصري في سبيل تحرير الأرض المصرية. زي أي ست مصرية أصيلة بقى بدأت إن هي تحث طول الوقت إنه لازم يسترجع الأرض، ولازم إن هو يبدأ يحرر أرضه، وبالفعل قاد مجموعة من الحملات العسكرية واستشهد سكنن رع. بعد استشهاده ما استكنتش الست وقالت خلاص زوجي توفى وخلاص، بالعكس قدمت ابنها الاول الملك كاموس، وبرضه بدات تحثه على ان هو يقود الجيش وان هو يبدا يحارب، وبالفعل استشهد ابنها كاموس في الحرب. برضه لم تيأس، في المره دي بدات تعد ابنها احمس، الملك احمس محرر مصر من الهكسوس، وبدات مش بس بقى تعده بالكلام، دي قادت فرقه عسكريه بنفسها. كانت بتخرج وبتلبس الزي او اللباس العسكري وبتقود فرقه عسكريه بنفسها، وبالفعل بعد تحرير مصر من جيوش الهكسوس كرمها ابنها الملك احمس، وتعمل لها تكريم كبير جدا، واداها نوط عسكري وسام عسكري، وكانت اول جنرال في الجيش المصري، كانت جنرال حقيقي. ولما رجعت تم ان هو منحها الوسام، اسمه وسام الذبابات الثلاثه، وده وسام او نوط عسكري لا يمنح الا لكبار الجنرالات او كبار قواد الجيش المصري. وكانت الملكه اياح حطب ليها شعبيه كبيره جدا عند الشعب المصري، حتى انها وهي راجعه من الحرب استقبلها الناس بالمقوله الشهيره جدا، واح حطب واح حطب، اللي هي اللي بعد شويه بقت وحوي وحوي اياحه، اللي هي لان اسمها جميله القمر او بنت القمر. سبحان الله، يعني هو
وحاولوها دي من الرياح حطب من القدماء المصريين بالظبط، لان هم لما كانوا مستقبلينها وهي راجعه من الحرب كانوا بيرحبوا بيها لان اسمها معناه القمر. أيوة. فكانوا بيقولوا لها اهلا بك يا قمر، يعني نورت يا قمر او اهلا بك يا قمر. فتعود اطفال المصريين وتعود المصريين ان مع كل طلعه قمر يقولوا الجمله اللي اتحرفت بعد كده بقت وحوي يا وحوي اياحه. لحد لما جت الاسلام بعد كده وشهر رمضان الكريم بقينا نعرفه بظهور القمر، فبقى يتقال وحوي وحوي اياحه والناس مش عارفه اصلها بالزبط. اصلها كانت ترحيب بالملكه دي بعد عودتها منتصره هي وابنها في موكب الانتصار اللي انتصروا فيه على الهكسوس. دي معلومه عظيمه على فكره، كويسه يعني الحمد لله، يعني اول مره يعني الحقيقه هي بنعرفها. شخصيه عظيمه جدا وام وملكه وزوجه عظيمه. طيب. جدا هنتجه بقى الملكه كلنا عارفينها وليها باع طويل يعني. طيب. الحقيقه الملكه حتشبسوت كيف كانت بارزة، يعني كيف كانت لها أدوار وبارزة في تاريخ مصر؟ الحقيقة الملكة حتشبسوت قصتها قصة رائعة جدا. هي كانت الابنة الشرعية للملك تحتمس الأول، وكانت المفروض هي اللي تتولى حكم مصر بعد وفاة والدها، لكن طبعا نظرا للتقاليد الحاكمة في الوقت ده والكهنة والكلام ده، فكان ما مش المفروض ان سيدة تتولى العرش بمفردها في التوقيت ده. فاضطرت الملكة حتشبسوت ان هي تتجوز اخوها اللي مش من اصول ملكية، يعني كان نصفه دم غير ملكي، تحتمس الثاني، وتولت العرش مناصفة معاه. ولكن طول الوقت كانت بتطمح في ان هي تكون الوريثة الشرعية للعرش. هي فعلا هي ذات الدم الملكي وهي الوريثة الشرعية للعرش، وبالفعل توفى زوجها تحتمس الثاني بعد ما خلف ابنه تحتمس الثالث من احد المحظيات، يعني ما كانش ابنها. فبعد ما توفى زوجها وقتها حست ان ده الوقت المناسب ان هي تتولى العرش، وعملت كده حيلة لطيفة جدا ان هي كتبت اسطورة على جدران احد المعابد ان امها حملت فيها من الاله امون. فهي بنت الاله امون، هي مش شخصية عادية، ده هي نصف الهة، وان هي بنت الاله امون، وبالتالي هي ليها احقية في تولي عرش مصر. بالفعل تولت عرش مصر لمدة 21 سنة. كانت في النصف الثاني من ال 21 سنه ده كانت وصيه على تحتمس الثالث اللي هو ابن زوجها واللي هي تعتبر عمته لان هي اخت زوجها ده يعني. فكانت وصيه عليه، ولكن في خلال ال 21 سنه كان ليها انجازات رائعه في جميع المجالات. حتشبسوت زي اي ست مصريه الاقتصاد عندها رقم واحد، يعني احنا دايما نلاحظ كده ان الست المصريه ست مدبره واقتصاديه جدا. فاهتمت حتشبسوت بالاسطول المصري وبالتجاره. عملت طبعا الرحلات الشهيره جدا لبونت اللي هي رحلات حتشبسوت اللي يعني مشهوره جدا في كتب التاريخ. حتى اكتر يعني اكتر انجاز نعرفه لحتشبسوت هي الرحلات التجاريه لمنطقه بونت اللي هي في الصومال، يعني منطقه الصومال وجنوب اليمن. الرحلات بقى اللي جابت لنا منها الاخشاب والبخور والحيوانات الغريبه، وكانت يعني سيدة ليها باع في السياسة والاقتصاد قوي جدا. إضافة كانت امرأة قوية جدا جدا، وكانت بتلبس لباس الرجال وكانت بتقعد على العرش، يعني قالوا ان هي من الملكات اللي كانت ليها سلطة وليها قوة كبيرة جدا جدا. وكانت يعني فكرة ان هي تحكم 21 سنة في وجود كهنة أمون وفي وجود السياسيين وفي وجود أنصار تحتمس الثالث اللي هو المفروض ان يبقى الوريث الشرعي، ده معناه ان هي كانت قوية جدا. إضافة إن هي فترتها كانت فترة ازدهار عسكري وكانت فترة سلام، لأن هي كانت سياسية جدا، فقدرت تعمل سيطرة على المناطق اللي حوالينا. عملت حملات تأديبية للمناطق الشمالية الشرقية زي مثلا منطقة فلسطين والمنطقة دي، عملت حملات تأديبية هناك، عملت حملات تأديبية لبلاد النوبة، فكانت مسيطرة جدا. إضافة إلى بقى المباني الجميلة اللي عملتها، يعني الوزير سنموت اللي هو الوزير بتاعها كان معماري شاطر جدا، عمل لها معبد الدير البحري. معبد الدير البحري اللي يعتبر من أجمل المعابد المصرية اللي موجودة عندنا، المعبد اللي نقش فيه صورتها وهي واقفة في الوضع الأوزيري زيها زي ملوك مصر العظماء الكبار جدا. عمل لها كمان المسلات، عندها مسلتين من أعظم المسلات اللي موجودين في العصر المصري القديم. اتعمل لها تمثيل أبو الهول، يعني وضعية أبو الهول اتعمل فيها تمثيل للملكة حتشبسوت. فكانت ملكة قوية جدا
مسيطرة سياسية، عالمة في الاقتصاد، عرفت ازاي تدير امور الدولة الاقتصادية. كان في حد عهدها فترة رخاء اقتصادي كبير جدا. في نهاية فترتها لما بدأ الملك تحتمس الثالث يطالب بحقه في العرش، بدأت ان هي يعني تركت العرش بطريقة سلمية جدا، ولكنها ماتت. يعني الحقيقة موضوع موتها ده، موضوع موتها ده مؤخرا يعني مع دراسة الموميا بتاعتها، طبعا الموميا بتاعتها تم عليها دراسات، قالوا لا ان وفاتها كانت وفاة طبيعية، اما بسبب حاجة من الاثنين، بسبب السكر لان هي كانت سمينة شوية، او بسبب سرطان. فهم قالوا ان وفاتها لكن موضوع الأبائيب والكلام ده كله، لا دي شجرة الدر بقى، هنتكلم عن شجرة الدر. شجرة، لكن هي هو كان في اشتباه لقتلها، يعني كان في اشتباه ان هي تحتمس الثالث دبر مؤامرة لقتلها، لكن الحقيقة بعد دراسة الموميا بتاعتها قالوا لأن هي توفت بصورة طبيعية جدا، وهي تركت العرش بصورة سلمية في آخر فترة حكمها لتحتمس الثالث، وتوفت بصورة طبيعية، والكلام ده موميتها أثبتت الكلام ده يعني. طيب احنا هننهي بالملكة كليوباترا. كليوباترا بقى عليها بالذات الفترة الأخيرة وعليها جدل كبير جدا بسبب حركة الأفرو سنتريك والأفلام اللي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، ولا يخفى على أحد مطلقا الأصول العرقية للملكة كليوباترا. الملكة كليوباترا هي من أصل عرقي يوناني، ولكنها من عائلة البطالمة اللي حكمت مصر بعد الإسكندر الأكبر، وهي آخر ملكة بطلمية حكمت مصر. احنا عارفين ان بعد ما الاسكندر الاكبر جه مصر وفتحها سافر طبعا، وبعد وفاته انقسم الحكم بتاعه بين مجموعة من القوات بتوعه، كان نصيب حكم مصر من نصيب بطليموس الاول اللي بدأ اسرة البطالمة في مصر. كانت الملكة كليوباترا هي سابع الملوك، سابع يعني سابع واحدة تطلق عليها اسم كليوباترا. كليوباترا معناها مجد ابيها، عارفين لما بنسمي دلوقتي ست ابوها بالظبط، كليوباترا معناها مجد ابيها. هي كانت الملكة السبعة، كليوباترا السبعة، أبوها كان بطليموس الاثناشر. والحقيقة من صغرها وهي كانت ذكية جدا، وكانت بتطمع في الحكم لنفسها بعد وفاة أبوها. كان أخوها بطليموس الثلاثاشر ولد صغير أو طفل صغير، وعلشان تقدر تمسك حكم مصر تزوجته وحكموا مصر مناصفة مع بعض. لكن بعد ما بدأ ان هو يكبر شوية في السن حاول ان هو يزحها عن العرش، لكن هي كانت ذكية جدا. اول حاجة هي كانت مثقفة جدا جدا، يعني حتى المؤرخين يعني زي بلوتارخ مثلا بيقول ان جمالها ما كانش مبهر زي ما احنا متصورين، ولكن حضورها كان طاغي جدا، وكانت كلماتها ساحرة وافعالها ساحرة. وبالفعل كليوباترا كانت مثقفة جدا، اتعلمت حوالي 15 لغة، وكانت بتحاول طول الوقت ان هي يعني تعد نفسها ان هي تبقى ملكة. فلما بطليموس الثلاثاشر حاول يزحها عن الحكم، بذكائها سافرت لمنطقة دلوقتي اللي احنا بنسميها سوريا، يعني اول سواحل السورية، وكان موجود هناك يوليوس قيصر، وبدأت ان هي يعني تحاول ان هي تعقد معاه صفقة انه يعدها لعرش مصر. وبالفعل اعجب بيها جدا يوليوس قيصر واعدها لعرش مصر، وتوفى اخوها بطليموس الثلاثاشر غريق يعني بعد معركة صغيرة كده، وتولى حكم مصر مناصفة مع أخوها بطليموس الـ14. وزارت كليوباترا روما في التوقيت ده، وتم استقبالها استقبال أسطوري. وطبعا احنا شفنا الأفلام، شفنا الفيلم طبعا، كان عظيم طبعًا الحقيقة طبعًا. الفيلم كان عظيم والاستقبال الأسطوري. وقعدت فعلا كليوباترا في روما فترة، وبعد وفاة يوليوس قيصر رجعت لمصر هي وأخوها بطليموس الـ14. ولكن طيب برضو يعني أنا هيدهمني الوقت، بس أنا لما ذكرنا شجرة الدر لازم يعني معلش نتوقف عندها، عشان انا كنت ملخبطاها مع ملكة تاني. طبعا فهناك نماذج بقى عظيمة في العصر الاسلامي. السلطانة شجرة الدر زوجة نجم الدين ايوب. عايزين بقى السيدة دي برضو قصتها جميلة جدا جدا، لان شجر هي اسمها شجر الدر. شجر هي الدر شجر الدر دي كانت جارية جت مع من يعني من اواسط اسيا. كانت جارية جميلة ولكنها كانت ذكية. اتجوزها ملك نجم الدين ايوب، اخر الملوك الايوبيين اللي حكموا مصر، وكانت مثقفة جدا وذكية جدا، وبالفعل حكمت معاه في نهاية فترة حكمه فترة من الزمن لما بدأ يجيله المرض الأخير. وحتى في فترة الحروب الصليبية لما توفى نجم الدين أيوب في المنصورة،
اخفت خبر موته عن الجنود عشان ما يحصلش عمليه بلبله او يحصل مشكله، وقادت هي الحرب لحد ما انتصرنا وبعتت جابت ابنه تورانشاه، ولكن ابنه تورانشاه ما كانش يعني قوي بالدرجه الكافيه فقتلوه المماليك واصروا على توليتها الحكم. وبالفعل كانت اول ملكه مصريه متوجه على عرش مصر في الحكم الاسلامي، وسمت نفسها عصمه الدين ام خليل ملكه مصر واميره المؤمنين، وارسلت فعلا يعني رساله واتحمل مسكوكات باسمها في التوقيت ده، مع انها حكمت مصر 80 يوم بس. يعني حكمت مصر منفرده لمده 80 يوم بس، بس في ال 80 يوم ده عملت مسكوكات، يعني عملت عمله باسمها، حملت اسمها. بس طبعا نظرا للتقاليد اللي كانت موجوده في الوقت ده، الخليفه العباسي ارسل لمصر وقال لهم يعني اذا عدمت مصر رجالها فاعلمونا نرسل لكم رجالا. ومن ذكاء برضه هذه السيده قالت بدل ما ادخل في حرب معاهم او ادخل في خلافات، قررت ان هي تتزوج احد المماليك اللي كانوا موجوده عندها، فتزوجت من المعز عز الدين ايبك. وببدايه وبتزوجها ده بدات فتره حكم المماليك لمصر. لكن طبعا زيها زي اي ست مصريه يعني، لما بدا عز الدين ايبك حاول ان هو يتزوج واحده غيرها، وكان متزوج قبلها طبعا السيده ام علي اللي هي صاحبه الاكله الشهيره اللي هنتكلم عنها، ولكن لما فكر ان هو يتجوز واحده غيرها دهمتها الغيره، فدبرت مكيده لقتله وبالفعل قتلته. فجت بقى ام علي ومماليكه الاصليين عرفوا بالمكيده دي فدبروا لقتلها. طبعا المماليك قالوا لها ما ينفعش الرجال يقتلوها، فام علي دخلت هي والجواري وقاموا بقتلها والقائها عاريه من الملابس من فوق اسوار القلعه، وفضلت 3 ايام ملقاه تحت اسوار القلعه لحد ما شالوها المصريين ودفنوها في المقبره او القبه اللي كانت عاملاها لنفسها. وبالمناسبه دي اكلت ام علي اللي احنا بناكلها في الاعياد والمناسبات دي، وزعتها درتها زوجة عز الدين ايبك على روحها كنوع من انواع الانتصار، لبن وعيش فكره ام علي يعني، وتحط في اللبن وتحط عليه مكسرات كنوع من انواع النكايه فيها يعني، فرحه في ان هي قتلت درتها يعني اللي قتلت جوزها، وزعتها لمده 3 ايام على الشعب المصري. وطبعا ما كانوش يعرفوا اسمها فقالوا ايه دي، فقالوا دي حلاوه ام علي على روح درتها اللي هي شجر الدر دي، فلما ماتت عملت الوجبه دي. الحقيقه انا عندي ملوك كثيرات طبعا جداً. بس الوقت دهمنا الآن، ودائما بقول حديث بقية الدكتور فاتن صلاح مدرس بكلية الهندسة قسم العمارة تاريخ العمارة الإسلامية والقبطية، ودكتوراه فلسفة في الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة. الحديث ممتع جدا وإن شاء الله لا يبقى فيه بقية، لأن الحقيقة عظمايات مصر لازم فعلا يتوجوا، لازم يظهروا، ولازم نعرف طبعا عملوا ايه. والمراه المصريه على فكره عظيمه مش بس، لانه دول ولاد النيل برضو طبعا، بنت النيل طول عمرها عظيمه مش بس في مجال على فكره السياسه. بنت النيل كانت اول طياره، تاني واحده في العالم تقود طياره كانت لطفيه النادي، شخصيه مصريه. ايوه من التقينا بيها، التقينا بيها بالظبط. واول طبيبه مصريه، واو يعني السيده المصريه عظيمه في جميع المجالات. بنت النيل هتفضل دايما مبهره لكل الناس بعظمتها في جميع المجالات. انا بشكرك يا فندم، كل الشكر ليك. مشاهدينا مستمرون معكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.